السبسز والسبسز شوك. احنا وين وصلنا؟ وصلنا لهنا اعتقد. ايه وصلنا لهنا عن السبسز والسبسز شوك بالمحاضرة البارت الثاني مالت من مال السبتسيميا والبكتريميا وهالسوالف. شوف اكو هواي مسميات قبل لا ندخل بالمحاضرة. هواي مسميات اكو، يعني مثلا من اقول SIRS ومن اقول سبسس ومن اقول سبتيك شوك اكو اختلاف. SIRS يعني سيستميك انفلاماتوري ريسبونس و سيندروم. خلني اشرح كل واحدة لان هذين المفاهيم شوية راح تفيدنا بالمحاضرة هاي وبالمحاضرات اعتقد اللي جاي، لان مفاهيم حلوة يعني وتفهمك. السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم هاي سيستميك او يا مايلد، يعني خلي انا مقسمتها هيك من المايلد للسيفير المور سيفير. هاي ترى مو بس هي السبسس تحصل، مو بس انه وجود بكتيريا بالدم. فكرة انه شنو هي هاي؟ هي عبارة عن اعراض. سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم عبارة عن اعراض، اما ترتفع درجة الحرارة او تقل درجة الحرارة، يعني اما يحصل بايركسيا اما يصير هايبوثيرميا اما يصير تاكيكارديا اما تاكيبنيا. يعني هي عبارة عن مجموعة من الاعراض، تاكيكارديا تاكيبنيا. هي هاي الاعراض تقتصر على انه اربع شغلات. اقول هاي سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، شنو سببها هاي؟ السبب اول سبب انه السبسس، انه السبسس يسبب لي اياها. ثانيا انه ديهايدريشن. ثالثا تروما بليدنج، ما اي سبب راح يسبب لي سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. الجسم يصير بيه سيستميك انفلاميشن، عفوا سيستميك انفلاماتوري ريسبونس. الجسم يسوي له ريسبونس عن طريق انه شنو يسوي له ريسبونس؟ يعني يسوي ريسبونس بالبايركسيا او يسوي له ريسبونس بالتاكيكارديا بغير شغلات. وشغله مايل ترى سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. سبسس، السبسس شنو؟ السبسس هو الاس اي ار اس اللي هو الريسبونس مال البادي، سيستميك ريسبونس. مساء اللي حكيناه هسه سيستميك انفلاماتوري ريسبونس، ان الجسم يرد على اي كوز سبب لي هيرت، سبب لي انجري بالبادي، يرد عليه السيستم مالتي وسبب لي هاي الريسبونس متمثله ببايركسيا ما بايركسيا تاكيكارديا وغيرها. زين السبسس شنو؟ السبسس هو سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، هو الريسبونس مال البادي للانفلاميشن زائدا suspected infection بالبلود، زائد اكو infection بالبلود، زائدا بكتيريميا او سهوله سبتسيميا. خلينا نقول مو بكتيريميا، سبتسيميا بالمعنى الاصح، انه بكتيريا مالتيبلاينج suspected بالبلود زائدا SRI. هذا منين نجمع الاثنين راح يعطيني سبسس، انه اكو ريسبونس ويا الريسبونس اكو انفكشن بالبلاد. ترى خلينا نكون واقعيين وخلينا نسولف لكم عن السالفه، انه ترى اللي موت البيشنت هو البيشنت نفسه، انه من اللي موت الجسم هو الجسم نفسه. ترى البكتيريا ما بيها حظ من تجي بالدم، كل شيء ما تسوي البكتيريا من تجي بالدم. روح خلي شو تريد تسوي، مثلا اكثر شيء بالتوكسين مالتها تدمج لي اي عضو من الاعضاء. بس الفكره شنو؟ الفكره انه الجسم من راح تجي للبكتيريا اللي هي بالدم، الجسم راح يسوي ضدها انفلاميشن، مو لا هذا الانفلاميشن في بعض الاحيان راح يكون الريسبونس مالته عالي جدا. السيتوكاينز يطلعن هواي، السيتوكاينز مال الانفلاميشن يطلعن هواي ويدخلن فازودايليتر، انه فازودايليتر ونكريز البيرمابوليتي ونكريز الليكج. وانت تعرف اذا انكريز بيرمابوليتي انكريز الليكج يروح تدخلني بأدمة، هاي شغله اولى. فازودايليتر يعني هايبوتنشن، مو يعني هايبو بيرفيوجن للاورجانات، هذا اورجان وهذا البلد اللي جاي ماكو قليل، واورجان ما جاي بلد يعني شنو؟ يعني مالتي اورجان فيلر، كيدني مالتي اورجان فيلر، كيدني باللانج، وين بالبرين، وين ما تريد بالكيدني تروح تلقى اوليغوريا، راح تلقى اوليغوريا باللانج باي مكان. هايبو بيرفيوجن الفكره، هذا شو صحولها؟
انه سالفه انه هايبوتنشن ويا هايبوبرفيوجن مع فازو دايليتر صار بالسبتسيميا والريسبونس صار سيفير وكذا، هذا يصير سبتك شوك مالتو اورجان فيلر. لازم تفرق بين السبسيز والاس اي ار اس والسبسيز والسبتك شوك. زين خلينا نجي للسبسيز. يقول لك السبسيز هو عباره عن سيستميك ريسبونس. شوف ترى السبسيز لا يجي بعدين واحد يقول لك سبسيز هو وجود بكتيريا بالدم ولا وجود كذا، لا لا، هو ريسبونس مال جسمي لوجود باثوجينيك مايكرو اورجانيزم او التوكسين مالتها. ترى مو بس المايكرو اورجانيزم، حتى التوكسين مالتها يعتبر كتريجرز، كمحفز كتريجرز المن للريسبونس مال البادي مالتي، على مودي يسبب لي سبسيز. ودخلنا مثل ما سولفنا فوق، دخلنا بسبستيك شوك وكذا. زين يقول لك immune response can characterize systemic inflammatory response syndrome. شوف هاي من حكيتها اول بدايه immune response، اما تلقاها بشكل systemic inflammatory response syndrome اللي هو المايلد فورم، وعباره عن شنو؟ اما تاكيكاردي اما تاكيبني، بعدين يتطور الى شنو؟ الى سبسيز. وبعد السبسيز later stage of the sepsis، برا السبسيز يدخلني بشوك. هسه الاميون شنو السبسيز؟ يقول لك immune response result in balance inflammatory state which cause leakage blood from vascular، هاي شرحتها، ويصير septic shock interstitial space tissue resulting in hypotension و septic shock. الايتيولوجي مال السبسيز انه تحصل، انه ترى الفكره شنو؟ انه شنو الايتيولوجي؟ انه اكو عندي infection بمكان معين، مثلا infection بالurinary tract infection، العفو urinary tract، او انفكشن باللنج، او انفكشن بالبريتونيوم، هذا راح يروح يدخل البلد. من دخل البلد راح يدخلني بسالفه الاس اي ار اس، يدخلني بسالفه السبسيس، يدخلني بسالفه السبتك شوك. انت لازم تخلي هذني ال 3 اس من المايلد للسيفير. مو هو كوز، او يقول لك انه الكوز نتيجه السوفت تيشو واي. فالفكره انه انا ما اريد ارحب هاي الكوزز، لان اي واحد يقدر يقراها واحد، لان انا شريد اشرح، اذا اشرح الشغلات اللي طالب شويه لازم يدور يوتيوب او يقعد يصفن عليها شويه الله يفتهمن، على مود قبل هيك يعني هذني بالله هذني يقدر يفتهمن بالله، خلينا نغلس عليها على مود شويه الفيديو صار قصير وبسرعه نكمل. الابيديميولوجي هم ثاني يقدر يفتهمن، اي واحد يجي يقعد عليها يفتهمن، بس اهم شيء الاجالاكتيا لازم تركز عليها، انه بالانفانت الاجالاكتيا. واكثر شيء يعني من شفت هذا انه قريت انه اكثر شيء انه الاجالاكتيا والاشريشه كلاي، وهذا لازم نركز على السورس مال انفكشن. والله ما تهم، مو انا اريد قاعد ادق على شغله الريسك هم مال مال بيشنت، مو انا اولا اريد ادق على شغله انه هي مال الاي هاي وصلتها، اما البقيه فوق انتم تقدرون تقروهم يعني، بس والله بس شفت تطلع عليه خلاص يعني، اولا لا يجي منها السي، وثاني شغله ما تستفاد منها بحياتك انت، حياتك الباتشر ما راح تستفاد منها. والله اي كلها يسبب هي بكتيريا شنو الدور حاشيلك من الخرط هذا الفوق. بس نجي للاهم شيء، اهم شيء بالمحاضره هو هذا، اهم شيء بالمحاضره هي هاي. شنو هي الاهم شيء بالمحاضره؟ هذا الكلينيكال فايندينج والمانيفيستيشن. اهم شيء بالمحاضره الكلينيكال فايندينج والمانيفيستيشن، هي هاي اهم شيء بالمحاضره. ممكن يجي اسي منها، ممكن يجي اسي منها، مهمه هذا الكلينيكال فايندينج والمانيفيستيشن. هسه راح نجي باثوجينيسيس، هي اهم شيء هنا ذني الكلينيكال فايندينج والمانيفيستيشن باثوجينيسيس والتريتمنت. والله كلاوات التريتمنت كلاوات. خلينا نجي نفتهم شنو كلينيكال مانيفيستيشن، خلينا نجي نقسمها. اول مجموعه راح اخليها واحد، انه مجموعه تصير جنرال سيمبتومز، واحد يدخل بسبسيز انه بكتيريا بدمه انه كريسبونس اليه، حتى مسام سولف سيستميك انفلاماتوري ريسبونس، يعني يصير سيستميك ريسبونس. سيستميك ريسبونس فيفر، دائما الفيفر الحفظ يصير ياها تشيلز لان حراره والقوم يرجف، فاتيك، ماليس، انكزايتي، كونفيوجن، هذني انيشال سيمبتومز، جنرال سيمبتومز مال سبسيس. خلينا عليه نقطه، هذني يقول لك انه بالاشخاص الكبار ممكن ما يحصلن، لان ليش؟ لان معناته ضعيفه، لان هن ذن عباره عن شنو؟ عباره عن اميون ريسبونس. زين ممكن يحصل اورجان ديسفانكشن، سبسيس اورجان ديسفانكشن، شلون يحصل اورجان؟ نفس ما شرحنا، فازو دايليتر، هايبو بيرفيوجن، هايبوتنشن، هايبو بيرفيوجن، اورجان ديسفانكشن، اورجان ما يوصل للبلد، اكيد اورجان ما يوصل للبلد، اورجان ديسفانكشن. الاورجانات اللي يصير بيها ديسفانكشن اذن،
ومهم جدا، مهم جدا أورجانات اللي يصير بيهن dysfunction anemia. نيجي يقول لك lung، بالنسبة لللung decrease الارتيريال PO2 يعني البرجر مال O2 والأكيوت respiratory distress syndrome والتكبني. خلنا نشوف شنو ذني يعني باللنج السبسز شلون راح يسبب لي ذني الثلاثة، واحد اثنين ثلاثة اللي تاكبني أكيوت respiratory distress syndrome. هي ترى الIRDS هي راح يسبب لي هاي وسبب لي هاي. خلنا نشرح الIRDS. الIRDS أكيوت respiratory distress syndrome، شوف الIRDS خلنا نقول هاي الألفيولاي، نفترض إنه هاي الألفيولاي مو لولا هذا كابيلاري، هاي الفيولاي، هاي الفيولاي، هذني الفيولات بس انا مو تتخيل الوضعيه يعني. وشنو هاي الفيولاي؟ هاي الانترستيشال بينات. الانترستيشال مو اكو هنا بلاد لون توهم، اكو بلاد. زين اكو بلاد، احنا ايش قلنا ايش راح يصير؟ بلاد فيزل، هذا مو لولا بلاد فيزلز، وهذني شنو؟ وهذني الفيولاي. بس خلينا نوخر انا مود شويه الرسم. هذا بلاد فيزلز وهاي من هي؟ وهذا الالفيولاي. ايش راح يصير من قلنا من ساعه؟ من قلنا سبسيس سبتك شوك كذا. الفكره ايش راح يصير؟ الف مره راح ينعدم. فازو دايليتر شنو؟ هايبوتنشن ليكي انكريز البيرميبيليتي ليكي. شنو هذا؟ بلاد فيزل، هذا دم هنا. فازو دايليتر صار، من صار فازو دايليتر انكريز البيرميبيليتي صار ليكي السوائل، ليكي للبلاد، ليكي للسوائل. من صار ليكي للسوائل هذا ليكي السوائل. السوائل وين راح تروح؟ السوائل راح تجي لهنا، وين راح تدخل؟ الالفيولاي. السوائل مالت من؟ من البلاد. من صار ليكي مو لو لا مو. زين احنا خلنا نجي نشرح ونرجع للالفيولاي. تذكرون انه الفيولاي بيها نوعين من الخلايا، نيوموسايت تايب 1 ونيوموسايت تايب 2. نيوموسايت تايب 1 ونيوموسايت تايب 2. نفترض ان هاي تايب 2، هاي التايب 2 شنو فانكشن مالتها؟ تعطيني سيرفكتانت. وهاي التايب 1 على مود التبادل الغازي، التبادل الغازي بين هذا وبين هذا. هاي التايب 1 والتايب 2 الفانكشن مالتها انه هي شنو؟ الفانكشن مالت التايب 2 انه تعطيني التايب 1 الخلايا انه كستم سيل للتايب 1 وتعطيني شيء اسمه سيرفكتانت، او تعطي نفسها همات يعني تصنع نفسها هي وتصنع الشيء اسمه وتعطيني شيء تفرزه اسمه سيرفكتانت. سيرفكتانت خلينا نجي نعرف شنو السيرفكتانت على مود نعرف شنو الباثوفيزيولوجي مال الاي ار دي اس. السيرفكتانت هذا، هاي الالفيولاي، سيرفكتانت يمنع او يقلل السيرفس تنشن. السيرفس تنشن شنو؟ انه بالانسبيريشن راح تتوسع، مو تتوسع الالفيولاي. بالاكسبيريشن ايش راح يصير بيها؟ راح تنكمش. الاكسبيريشن مو يطلع الهواء لبرا، راح تنكمش. مو بيها سائل هاي هنا؟ اكو سائل هنا لو مو اكو سائل؟ اكو سائل. يقول لك هذا السائل، هذا السائل اللي موجود بالالفيولاي، هذا السائل اللي موجود بالالفيولاي من راح تنكمش بالإكسبيريشن ممكن يكمشها سائل بخاصية الشد السطحي، يكمشها والألفيولاي تنكمش بالإكسبيريشن، تنكمش والألفيولاي راح تحتاج جهد أكثر على مود تنفخ بعدين. تخيل أنه تنفاخة وخلي بيها مي، هاي النفاخة خلي بيها مي كانت منفوخة والدور خلي تفش، النفاخة تفش بعد صعب ترجع تنفخها مرة ثانية، تحتاج قوة أكثر. فالله شو مطينا؟ مطينا سيرفكتانت، والله حاطينا سيرفكتانت هنا. هذا سيرفكتانت شي يسوي؟ يقلل لي الشد السطحي. وش يقلل لي؟ الشد السطحي. وإذا قلل لي الشد السطحي راح تقل عملية السيرفس تنشن. السيرفس تنشن شنو؟ هاي اللي عملية الانكماش في حالة الإكسبيريشن، قوة الانكماش في حالة الإكسبيريشن الألفيولاي. زين هسه وين راح تنكماش؟ وين جيت؟ وين راح يتطببنا عن الانكماش؟ شنو الالفيولاي؟ شنو الاي ار دي اس؟ الاكيوت ريسبيرتوري ديستريس سيندروم شنو هذا؟ جاب على موضوعنا. موضوعنا هذا انه انت هنا بالاكيوت ريسبيرتوري انه زاد الفلويد. زين
وإذا زاد الفلويد زاد السيرفس تنشن، خاصية الشد السطحي، وإذا زادت خاصية الشد راح بالإكسباريشن يزيد عملية شنو؟ يزيد عملية الانكماش، وهنا أكو فلويد أصلاً، فيصير هاي الحالة سوى الأكيوت ريسبيراتوري ستريس سندروم. شوف هنا أقول لك شغلة، أنا مود إحنا نسولف عن مود، هاي المحاضرة تصير جنرال مو إلا الموضوع. ترى الأكيوت ريسبيراتوري اسم الساعة استقلت عليه، يقول لك الأكيوت ريسبيراتوري ستريس سندروم أما يكون بالإيردرلي الأشخاص الكبار، أم هذول الأشخاص اللي هم 35 أسبوع وانولدوا من وقت، هذول إيردرلي بالسبسيز، الكوزز مالتهم سبسيز اللي موضوعنا اليوم، الكوز السبسيز. شلون حصل هذا الباثوفيسيولوجي؟ صار فازودايليتر، من صار فازودايليتر لكي السائل يجي من البلد يدخل هنا الالفيولاي ويزاد السايفرس السيرفيس تنشن، ويزيد السيرفيس تنشن، ومن زاد السيرفيس تنشن شي يزيد وياه، او هسه بعدين اجي اشرح هسه بس خلنا هاي شويه، او 35 اسبوع هذول اللي مولدون من وقت السيرفكتانت مالتهم شنو بعد ما متكون عدل، فهذول شنو هم هماتين السحوله بيبي او سحوله نيونيتال اكوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، تقدرون تطلعون علينا وتشوفون، بس تخلون ببالكم انه اكو شيء. نرجع الموضوع عن اكوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، وصار انه بلاد وليكج وكذا، هنا بلاد زين، وهنا الاكسجين في الالفيولاي بعد ما تشتغل عدل زين، فالاكسجين بالدم مالتي متبادل اكسجين، هذا ياخذ اكسجين وهذا يعطي سي او 2، فالاكسجين راح قل، فبالبلاد مالتي ايش راح القى؟ راح هايبو اوكسيميا، هايبوكسيميا، هايبوكسيميا، والاوتو راح تقل، قلت الاوتو بالبلاد مالتي، فالجسم راح يرد عليه انه نقصان اوتو، تاكبني ازود لي التنفس على مود يجينا اوتو هواي، اريد اتنفس التشيو مالاتي راح يموتن الحقلي، خلاص راح يصير تاكبني. فالفكره انه السبسيز شلون راح يسبب الاي ار دي اس، وهاي هنا الفكره. شوف انه انا مو قصة ان ثلاث كلمات اي واحد يقدر يحفظنا، بس لازم نفهم انه شوف decrease بالarterial blood شنو auto، قلل arterial auto و acute respiratory distress syndrome عرفناها اللي سببت لي نقصان بالauto، وتاكبني لان جسم رد على الوضعية، كدني سهلة، blood ناقص للكدني، مو blood ناقص، لا blood ناقص للكدني، يعني انه البلد قليل جاي للكدني، فاكيد راح يكون اوليغوريا وراح يكون رينال فير، سبلاي ما كل كدني، فسبلاي ما كل كدني زين. بروتينوريا شلون صار؟ احنا سولفنا بروتينوريا، ارجع واقول لك فازودايليتر، هذا الوعاء صار بفازودايليتر ويكون ليكي الجلوميرولاس، اقصد الجلوميرولاس، هذا يجي هنا مو، وبعدين يجي هنا الجلوميرولاس هذا اللي اخذناها بالفيسلج من هنا، احنا هذين عباره عن وعاء، عباره عن وعاء، نجي نسوي الانسكشن نطلع الجلوميرولس هنا عباره عن وعاء، فانكريز البيرموبيليتي، ومن البيرموبيليتي اللي زادن هذا بومان كابسول مو ذكرون اللي راح شو يطلع لي من هنا البروكسيمال تيوبول، البروكسيمال تيوبول بالكدني مو، فالفكره شنو انه البروتين راح يطلع، يعني حاله حال اي فيزول انه انكريز البيرموبيليتي يطلع البروتين وراح يصير بروتينوريا زين. ليفر elevated السيرم بيليروبين والالكالين فوسفاتيز.